ده متساعد برضو في الراديو عشان برضو يبقى في متابعه، والمصراوي برضو كانوا بيكتبوا كل يوم عن المغامره دي، وده يقدر ان انا يعني كانت ده خلاني ان انا اقدر اوصل المغامره يوم بيوم مع اكبر كميه من الناس. طبعا المرحله الاولانيه لتحدي الجراند سلام هي طبعا التدريب، يمكن كان على ده في المره اللي فاتت. انا طبعا عندي لسوء الحظ مقارنه بالناس اللي بتعمل الكلام ده في بلاد اخرى زي مثلا النرويج وامريكا وكلام من ده، ان انا عايش في مناخ مختلف تماما عن الاماكن اللي انا بروحها دي. فما عنديش الحته ان انا ممكن اروح اتمرن في التلج او اتمرن في الجليد وكل الكلام ده، فلازم ان انا الاقي تمرينات ممكن انها تجهزني اللي انا هعمله وانا موجود في مصر. اول جزء كان في 2007 اللي هو كان انتهى بوصول قمه جبل ايفرست في 17 مايو 2007، وده كان اول حلم او اول حلم كبير بالنسبه لي. بعدها على طول كان في الست قمم اللي هم اعلى جبل في كل قاره، الست قارات اللي انتم شايفينهم قدامكم دول. وبعد كده على طول ابتديت افكر في القدام اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. يمكن الفيديو اللي احنا شفناه بيلم القطب الجنوبي بشكل كويس، هنتكلم اكتر عن الرحله اللي فاتت. الخريطه اللي انتم شايفينها دي هي خريطه القطب الشمالي. كل الخطوط اللي انتم شايفينها دي كلها دي كانت فرق مختلفه في فتره متفاوضه، يمكن في اسبوعين ثلاثه كانت كلها بتحاول انها توصل للقطب الجنوبي، فكل واحد سلك طريق مختلف. الخط الازرق اللي هو الازرق الغامق اللي تقريبا ماشي مع الخط الاسود العريض هو ده اللي احنا الخط اللي احنا سلكناه. دلوقتي الرحله بتمشي ازاي؟ احنا بنتحرك من القاهره بنروح لعاصمه النرويج اللي هي اوسلو، من هناك بنطير ثلاث ساعات تانيين لجزيره اسمها جزيره سفالبارد. الجزيره دي تعتبر في منطقه الاركتيك، هي على الخريطه دي تبع النرويج لكن هي مش مفيش دوله تمتلك الجزيره دي. بننزل هناك، المستوطنه الوحيده اللي هناك اسمها لونجيرجان، مكان يمكن فيه 3000 واحد عايشين هناك، حياه بدائيه جدا. من هناك بناخد طياره مروحيه زي الطياره اللي انتم شايفينها في الصوره دي، بتنزلنا في مكان اسمه بارنيو. بارنيو ده يعتبر زي بيس كامب او نقطه بدايه لخطوره المكان، ان احنا ماشيين ساعات اللي بيفرقنا عن المحيط الارتيك المتجمد اللي تحتينا هو عمقه حوالي 4 كيلو في الحته دي، مجرد سنتيمترات قليله جدا، اكتر حاجه بيبقى متر ونص، بس ساعات بتنزل خالص بيكون لا شيء. ففي طبعا اوقات معينه نضطر ان احنا زي ما انتم شايفين في الصوره دي نضطر ان احنا ننزل الميه. درجه حراره الميه ناقص 2.5، المفروض طبعا الميه بتتجمد عند الصفر، لكن عشان درجه الملح اللي في الميه هنا عاليه شويه فنقطه التجمد بتبقى شويه. الغريب طبعا ان الميه لما واحد بيطلع بينزل من ناقص 30 للميه ناقص 2.5 بيحس ان هو داخل ساونا تقريبا. يعني مش قوي كده بس بتحس فعلا ان الميه ادفى كتير من البتاع. المشكله في الطلوع، لما واحد بيطلع بقى وبعدين بيبتدي ان هو لابسين بدله، البدله دي زي الويت سوت بتاع الغطس بس دراي، ما بتدخلش ميه خالص، بس طبعا واحد بيشيل ده بيبتدي يحس بالبرد على طول. اخواتي الاثنين الكبار معاقين ذهنيا، والدتي بدات جمعيه من اكثر من 30 سنه، جمعيه اسمها جمعيه الحق في الحياه لذوي الاحتياجات الخاصه. واحدة من الحاجات المشاريع اللي انا هحاول ان انا اشتغل عليها في الفترة اللي جاية هي ان احنا هناخد مجموعة من الشباب عندهم اعاقات مختلفة، وهنطلع هنعمل رحلة إلى أعلى نقطة في مصر اللي هي جبل سانت كاترين، ونحاول من وراها ان احنا نثبت ان مفيش حاجة اسمها مستحيل، وفكرة الإعاقة نفسها دي تبقى الواحد ممكن هو يعتقد أو يبص على حد يعتقد ان هو مختلف عنه أو يقدر إمكانياته أقل، لكن في الحقيقة الناس دي بتبقى عندها بتقدر انها تعوض الحاجه اللي هم الناقص عندهم بمواهب تانيه وقدرات تانيه، فده اللي احنا بنحاول ان احنا نوصله.